أولا مواجهة عادية جدا أمام فريق ليس بذلك الفريق الند القوي الذي خيله البعض للناس وللشارع الرياضي وللجماهير. أعتقد أنها سوف تكون مواجهة سهلة لفريق العراقي، لكن علينا أن نحذر من لاعبان يمتلكهما الفريق الأردني وهما موسى التعمري ويزن نعيمات، فهما مفاتيح لعب الفريق الأردني. لذلك إن شاء الله سوف يحقق العراق العلامة الكاملة في هذه المباراة، وسوف ننتقل للنصف النهائي لأن هذه المباراة ستكون مفتاح الانتقال إلى الفاينل إن شاء الله. أيمن حسين، الضغط اللي كان عليه بالدور العراقي خلاه يبينه بالمنتخب إنه أنا مو لاعب، يعني لاعب عنده مستويات ثابتة وأقدم مستوى اللي أريده، والحمد لله الولد وفق رب العالمين وجاي يقدم مستويات. ولا ننسى اللاعبين هم علي جاسم ولاعبين غيرهم وغيرهم هواي يعني جاي يقدمون مستويات. المنتخب العراقي دخل مباراة اليابان بدون ضغط، لذلك انتصر فيها. حاليا الإعلام العربي كله سلط الضوء على المنتخب العراقي. المنتخب بكامله صار تحت ضغط، ضغط قوي جدا، يعني المباراة مو سهلة، جدا مو سهلة. مباراة الدور الإقصائي الأداء ما يخدمك أبد، نتيجة ممكن تضرب وتهرب فقط. فأتوقع المنتخب العراقي والمنتخب الإماراتي في دور الثمانية، وأيضا أمني للمنتخب العراقي أن يتأهل. المنتخب العراقي عطى درس يجب أن يدرس حتى للطفل، للاعب الناشئ اللي يلعب في مرحلة الأشبال والبراعم والناشئين، بأن لا يوجد هناك كبير في عالم كرة القدم. يجب أن تجتهد، أن تثابر، أن تسعى وراء هدفك، وأيضا تحترم المنافس. المنتخب العراقي احترم المنتخب الياباني، لذلك نال على ما اجتهدوا عليه اللاعبين وأيضا الجهاز الفني. هذه نقطة. النقطة الثانية، يمكن مواجهة دائما منتخباتنا العربية مع بعضها يدخل فيها الطابع الإثارة، التحدي، الحماس والحافز الكبير. مباراة قوية جدا بين جارين، ولكن أعتقد أن آخر المواجهات كلها كانت عراقية، فحتكون مباراة قوية وأتوقع حتنتهي عراقية، يعني بنتيجة أتوقع يعني 1-0 2-0، لأن حتنتهي في 90 دقيقة، لأن المنتخبين مثل ما قلت لك قريب المستويات، مع تفوق العراق خاصة في خلال بطولة آسيا في قطر هذه. العراق تفوق كثيرا، يعني فوزه على اليابان يعني حتى أثلج صدور، عطاء دافع وأثلج صدورنا كلنا بفوزه على اليابان يعني. واللي بالنسبة لنا يعني كسعوديين، اللي يفوز من العراق والأردن نتمنى التوفيق للفريقين يعني.